السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتوا كنتوا شفتوا فيديوهاتي قبل كده هتبقوا عارفين، لو ما شفتوش فيديوهاتي قبل كده انا اسمي دكتور كريم عماد عمر، اخصائي اشعة تداخلية في لندن، ويعني كنت شغال فترة طويلة ال3 شهور اللي فاتوا مباشرة مع عيانين الكوفيد 19. انا دلوقتي يعني الحمد لله الدنيا عندنا هنا في انجلترا ساتلت، لكن طبعا الدنيا في مصر زي ما انتوا عارفين الامور زادت. انا على احتكاك مباشر بكتير من الناس اللي خدت الكورونا فيروس، يعني انا بشارك جمعيه خيريه اسمها مرسال، وبالمناسبه الجمعيه دي عامله مجهود فوق الوصف، يعني يا ريت لو حد عاوز يتبرع لو اي صدقات نتبرع لمرسال، فانا متابع معاهم على جروب يمكن في 100,000 واحد من الناس اللي شاكين عندهم كورونا، اسئله كتير جدا بتتكرر، اسئله كتير جدا، مفاهيم خطا رهيبه في وسط الشعب المصري موضوع الكورونا. فالفيديو ده موجه للمواطنين، للناس مش للدكاتره، يمكن بعض الدكاتره، برضه عندها نفس المفهوم الخاطئ. تمام، معلش انا مغطي شعري ان احنا ما عندناش حلاقين هنا في انجلترا بقالنا 3 شهور، فعشان بس ايه بشاعه المنظر. فخلينا بس نتكلم، انا هقول لكم الاسئله اللي جات لي، انا جالي فوق ال 500 مسج الكام يوم اللي فاتوا، خليني اقول لكم بسرعه كده ملخص للي هنقوله في الفيديو بتاع النهارده، اللي هو الناس اللي بتسأل عشان الأسئلة المكررة اللي بتتعاد، أنا عندي كورونا ولا لأ؟ دي كورونا ولا برد يا دكتور؟ تمام؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، أعمل إيه لما أعرف إن عندي كورونا؟ تمام؟ تالت حاجة، إيه العلاج؟ هنتكلم عنه عشان المفاهيم الخاطئة في العلاج. رابع حاجة، الجزء المتعلق بالحجز في المستشفى ونسب الأكسجين والفنتليتور اللي عملت، دي لي أسئلة عليهم أنا مش فاهم بصراحة، يعني دي مش شغلانتك أصلاً كمريض ان انت تسال في الحاجات دي، بس برضو ممكن ندي شويه حاجات توضيحيه عليها. طيب جميل، بالنسبه نتكلم في اول حاجه، انا عندي كورونا ولا لا؟ تمام، بص، لو انت عندك او اشتباه كورونا، لو انت عندك فقدان في حاسه الشم والتذوق، كحه ناشفه، حراره عاليه، وجع في جسمك، حرقان في الزور، من فضلك اعتبر نفسك عندك كورونا. تمام، يعني ما تسالنيش يا ترى دي كورونا ولا برد، احنا مش هنقدر نفرق، لكن في ظل الظروف الحاليه وانتشار الحالات اللي احنا شايفينه في مصر، فنعتبر ان انت عندك كورونا. تمام، مش خبر وفاتك، ده مش نهايه العالم لما اقول لك ان انت عندك كورونا. تمام، اللي يحصل طيب عندي خلاص انا عندي كورونا، اهم حاجه في الدنيا ان انا ما عديش حد، هي دي اهم حاجه دلوقتي، ان انا ما عديش حد. 88% من حالات الكورونا بتبقى في صوره برد خفيف او ممكن بتكون من غير اعراض اصلا. فهنعمل ايه؟ اهم حاجه بس ما ننشرش المرض حوالينا، فيبقى العزل 14 يوم، فاي حد هيقول لي انا عندي حاجه من الاعراض دي، تمام؟ عزل 14 يوم بعد كده نتفهم، اوكي؟ طيب اتعزلت 14 يوم بقى، محتاج بقى اخاف هيحصل لي ايه؟ مش عارف، مش هيحصل لك اي حاجه، دور برد عادي، الاعراض بتاخد لها حوالي 10 ايام، بعد كده بتتحسن لوحدها من غير ما تتعالج اصلا، اوكي؟ في نسب بسيطه من الناس ممكن تخش في مشاكل، هنتكلم عنهم، لكن انت كواحد عادي الطبيعي اللي هو حوالي 88% دور برد عادي ب 10 ايام، هناخد بنادول عند اللزوم، هناخد بتحب الفيتامين سي خده طعمه جميل، سوائل كتير على قد ما تقدر، سوائل تمام، وعسل باللبن، عسل بالليمون قصدي، وشويه حاجات دي وتبقى زي الفل ان شاء الله، وعازل نفسك 14 يوم في البيت. تمام، طيب ليه في ناس بتموت؟ ليه الكورونا وحشه؟ في نسبه صغيره بتدي يحصل لها، وده بيحصل في البرد العادي كمان في الانفلونزا، بس نتيجه لعدد الحالات اللي موجود مره واحده بيحصل اللي احنا بعض الناس بتبان عليها مشاكل. تمام، طيب احنا عندنا هنا في انجلترا مين الناس اللي جالها مشاكل؟ 90% من الناس اللي اتحجزت في المستشفى، الناس اللي هم الفولنربل جروبس، الناس اللي عندهم مشاكل اصلا، اللي هم كبار في السن فوق ال 70 سنه، اللي عندهم المدخنين، اللي عندهم مشاكل التهابات في الرئه، الناس اللي عندها سكر او ضغط او كانسر، اللي عندهم اصلا امراض صعبه، فالكورونا بيبقى مش مستحملين ان هم يجي لهم التهاب رئوي، فهم دول الهاي ريسك جروبس اللي هم بيخشوا المستشفى. طب هل في ممكن يبقى واحد كويس وتجي له كورونا ويخش في كارثه؟ في، تمام، بعض النسب لانهم خصوصا في الناس اللي مناعتهم قويه في الشباب، الجهاز المناعي بيهاجم الكورونا وبيهاجم الرئه كمان اللي فيها الكورونا، فيدمر الرئه، يدخلهم في حاجه اسمها ARDS، او 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 بيدخلهم في مشكله في الرئه بتدمر الرئه. تمام، لكن الجود نيوز ان الموضوع ده بيرجع تاني، في 9 شهور الرئه بتطلع بترجع طبيعيه، بس ده اللي ممكن يحتاج ان هو يتحط في المستشفى على اكسجين وشويه ويحتاج علاج.
وبيحتاج ساعات بتعمل لهم فصل بلازما، ساعات بتحتاج تعمل لهم داخل حاجه اسمها انتي انترلوكينز، وساعات يعني بيحتاجوا علاج معين اللي هم بيخشوا في ار دي اس. بعض الناس بيحصل لهم التهاب رئوي شديد ويفقدوا نسبه كبيره من الرئه، فنسبه الاكسده بتاعت الدم بتقل، بيحتاج اكسجين، حياتهم في الاكسجين. اوكي، ومن تاني قلت الكلام ده قبل كده زمان، نوفر الاكسجين بشده. طيب حلو، انا عندي كورونا دلوقتي او اشتباه كورونا، عزلت نفسي في البيت، ايه الادويه؟ من فضلك مفيش ادويه، تمام؟ مفيش اي، احنا هنا في انجلترا مفيش اي دواء، كل الادويه الكلوروكين بيجيب نتيجه. انا عاوز اقول لك ان في ناس لما بياخدوا كلوروكين مع المضاد الحيوي جالهم هبوط في عضله القلب، فالكلوروكين ما بيجيبش نتيجه. الانتي فايرال والتامي فلو والحاجات دي كلها ملهاش اي فايده خالص. انا مش عارف المصريين بيحبوا الادويه، يعني هو بيحب ياخد ادويه، تمام؟ بحس كده ان هو عامل عليه. لا، دور البرد زي دور البرد، تمام؟ طب الفيتامينات، يعني بلاش، مفيش داعي نقلد الغرب، الغرب قال لك فيتامين دي، بس هو الغرب اصلا عندهم مشكله في فيتامين دي، يعني انت حكايه 80% من الناس اللي في انجلترا عندها مشكله، عندها نقص في فيتامين دي عشان مفيش شمس. المشكله دي مش عندنا في مصر، فعشان كده لقوا ان الناس اللي عندهم نقص في فيتامين دي بيعرض اكتر ان يجي لهم كورونا باعراض مش كويسه، تمام؟ فانت فالفيتامينات ماشي، بص بتحب الفيتامينات خد فيتامين سي وخد فيتامين دي وزنك، اهو دول بيحسنوا المناعه، هما الجسم ما بيخزنهمش، فانت لو بتاكل كويس عمرك ما هيبقى عندك اصلا ديفيشنسي، تمام؟ عمرك ما هيبقى عندك نقص، لكن عاوز تاخد فيتامين سي وفيتامين دي وزنك مفيش مشاكل، مش هيضروك في حاجه، بس خلي بالك ان زيادتهم بتجيب اسهال وممكن تجيب لك التهاب في المعده، فما تموتش نفسك فيهم يعني. اوكي؟ بنادول عند اللزوم، بلاش الايبوبروفين ومنتجات البروفين عشان ساعات بتعمل كومبليكيشنز او بتعمل مضار، لكن خلينا في البنادول، تمام؟ خفضات الحراره، الكمادات، السوائل بكتير، ده علاجك في البيت، مفيش ادويه، تمام؟ جميل. طب امتى ابتدي اقلق؟ نبتدي نقلق لو ابتدي يحصل اعراض اللي هي ايه، حرقان جامد في الصدر، تمام؟ شورتنس اوف بريث، يعني مش قادر اخد نفسي، نهجان، سرعه في ضربات القلب، ساعتها ابتدي ايه، مش اقلق بس ابتدي احتاج اخش على الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه ايه؟ ان انا اروح لابس ماسك وانزل اعمل اشعه عاديه على الصدر واعمل تحليل دم. هبقول لكم تحليل دم عباره عن ايه، صوره دم وحاجه اسمها دي دايمر وسيرم فيراتين، شويه حاجات كده عشان نشوف القصه ايه، تمام؟ فدول يكفوا، بس خلوا بالكم يا جماعه، يعني لو انت ما عندكش اعراض قويه قوي ما تنزلش، دلوقتي كل مراكز الاشعه وكل المعامل مكان وباء. انا في ناس جات لي رسائل قعدوا 3 شهور في البيت، نزلوا مره واحده راح حلق او راح عزومه جات له كورونا، تمام؟ فكل نزوله اصبحت دلوقتي خطر، كل نزوله اصبحت خطر. فانت لو جات لك الاعراض دي او لقيت الدنيا بقى ابتدت تسوق معاك او الدنيا ابتدت تبقى مش كويسه، هنزل اعمل الاشعه العاديه على الصدر والتحاليل. لو الاشعه العاديه على الصدر والتحاليل طلعوا كويسين اطمن، ان شاء الله باذن الله هتبقى زي الفل وكمل العزل بتاعك. لو طلع في مشاكل في اشعه الصدر مش يعني ابتديت نقلق منها او التحليل مش حلو، هنحتاج نعمل اشعه مقطعيه على الصدر عشان نشوف الرئه اخبارها ايه، تمام؟ طيب حاجه ثانيه، المضاد الحيوي، هل انا لازم اخد مضاد حيوي مع الكورونا؟ ملوش اي علاقه بالكورونا، لا ديستروماكس ولا كليندمايسينز ولا البرود سبيكتروم ولا كل انواع المضادات الحيويه ما بتعالجش الكورونا، ملهاش اي علاقه بالكورونا، تمام؟ هي بتعالج ايه؟ بتعالج ان هو في ناس بيحصل لهم حاجه اسمها سكندري بكتيريال انفكشن، يعني بيحصل لهم جهاز المناعه بيبقى مشغول مع الفيروس فممكن يخش بكتيريا. طب امتى اعرف ان انا جالي بكتيريا مع الفيروس؟ لما تبتدي الكحه تبقى بلغم ملون، تبتدي يبقى عندك افرازات من مناخيرك ومن زورك، وجع في الزور مش حرقان كده، ممكن يبقى في بكتيريا دخلت. ساعتها بقى باخد 5 ايام نوع واحد مضاد حيوي من فضلك، نوع واحد، تمام؟ ده النايس جايد لاينز عندنا هنا في انجلترا، هو نوع واحد بتتك لمده 5 ايام عشان تعالج البكتيريا، ملهاش اي علاقه بكورونا. فمش كل واحد يجيله كورونا يروح واخد مضاد حيوي، تمام؟ ما تاخدش حاجه خالص طالما الاعراض اعراض برد، واي اعراض برد اعتبرها كورونا عشان ما تقعدش ايه تسال كل شويه. طيب المرحله اللي بعديها لو الموضوع ساء، اللي هو ابتدى يحصل نهجان وان انت ابتديت بقى مش قادر تاخد نفسك وحاسس ان انت يعني الدنيا وحشه، نحتاج نعمل حاجه واحده بس، نقيس نسبه الاكسجين في الدم. اوكي، نسبه الاكسجين في الدم، نسبه الاكسجين في الدم لو قلت عن 94 ده معناه ان انت محتاج اكسجين، تمام؟ والاكسجين ده المفروض ان هو بيتاخد في المستشفى عشان ده يبقى لازم مونيتورد، تمام؟ لكن لو طبعا في ازمه في المستشفيات حاول توفر اكسجين في البيت، تمام؟ يعني ماسك او حاجه. لو نسبه الاكسجين قلت عن 95 هتبقى انت محتاج اكسجين. اوكي، انت بقى بتحتاج ميكانيكال فنتيليشن او بتحتاج ان انت تحط لك انبوبه وتحط على جهاز في الرعايه والقصص دي، لما ينزل بقى الاكسجين لحد
60 او اقل ويبقى مفيش فايده بقى من دي اخر مرحله مفيش فايده. طيب عندنا هنا في انجلترا في مرحله ما بين الاكسجين والفنتيليشن، حاجه من جهاز اسمه السي باب. السي باب الجهاز ده انقذ الافات المرضى من ان هم يتحطوا على جهاز التنفس الصناعي. تمام، الجهاز ده بيدي الجسم احتياجاته من الاكسجين بالعافيه. تمام، فده مهم جدا لو قدرنا نوفره في مصر. السي باب مش جهاز رهيب يعني، ارخص مليون مره من الفنتليتور وبينقذ حياه ناس كتير. السي باب تمام، بس دي مش قصتك انت كمواطن، دي قصه بقى المستشفيات والدكاتره. تمام، لكن انت عليك رقم واحد العزله عشان تمنع انتشار الفيروس، ما نروحش نقعد ننشره، ما تنزلش من البيت عشان لو انت ما عندكش الفيروس ما يجيلكش، ما تروح تعمل اشعه وتحليل ما لهاش لازمه. تمام، هو ما فيش دواء. تمام، هو العلاج بتاعك كله في الحاجات اللي هي السوائل، بنادول، مضاد الحاجات اللي ضد الحراره، عاوز تاخد فيتامين خد، لكن لا مضاد حيوي ولا كلوروكين ولا ادويه الملاريا ولا ادويه الفيروس ليهم اي لازمه، مش تبقى فاهم من الاخر يعني. اوكي، مفيش حاجه بترفع المناعه لان مناعتك كويسه، انت ما جالكش مرض عشان مناعتك وحشه، لا انت مناعتك كويسه، الا لو عندك مرض يضعف لك المناعه. اوكي، فكل دي مفاهيم خاطئه، يا ريت نتجنبها ونقعد في البيت ناخد العلاج بتاعنا 10 ايام وهنبقى زي الفل. اعراض نهجان، اعراض مش قادر اخد نفسي، اعراض وجع جامد في الصدر، هروح اعمل اشعه عاديه وهروح اعمل تحليل الدم لو فيه مشكله، هعمل الاشعه البقطعيه. تمام، وتحاليل دي دايمر وشويه تحاليل، وابتدي ساعتها ايه نشوف نسبه الاكسجين في الدم ونشوف بقى ساعتها هنحتاج مستشفى ولا هنكمل علاج في البيت. اوكي، ارجوكم حاولوا ان احنا نلتزم شويه بالحاجات دي، بلاش الانتي بايوتكس وننزل على الصيدلات نخلص الادويه وخلاص والفيتامينات خلاص هو السحر لا، هو موضوع الكورونا موضوع بس نفهمه وموضوع بسيط وممكن يبقى معاها اسهال، ممكن يبقى معاها وجع في الجسم، فقدان حاسه الشم، كل دي اعراض كورونا، مفيش مشاكل، ما تقلقش، تقعد في البيت هتهزم نفسك هتبقى كويس ان شاء الله. و لو في اي حاجه برضو في دكاتره كتير ممكن تستشيرهم وتسالهم، بس مفيش داعي للمفاهيم الخاطئه ولا والناس حتى الناس اللي بتنزل نسب الاكسجين بتاعتهم لحد 85 عندنا في المستشفى برضو كانت حالتهم مش وحشه يعني، حتى ما تحسش انه خلاص هيموت لا يعني. اوكي، يا ريت يا جماعه مرسال تناديكم. تمام، جمعيه خيريه بتحاول توفر اماكن لمرضى الكورونا، بتحاول تعالج الناس، نحاول هحط لكم اللينك بتاع التبرعات بتاعتها، ولو انتوا تعبانين هم ليهم بيج على الفيسبوك بتجاوب الاسئله، وانا في البيج دي وفي مجموعه كبيره من الدكاتره الشاطرين جدا. تمام، الاشعه والتحاليل بتشخص كورونا، عشان برضو في ناس برضو بيحبوا يفتوا، معرفش ليه بيقول لك لازم المسحه 60% ممكن تطلع غلط. تمام، الاشعه لو بوزيتيف للكورونا، التحاليل لو بوزيتيف للكورونا هيتعالج كانه كورونا، انسى موضوع المسحه، يعني المسحه مش هي مش العلاج. تمام، الموضوع منتشر جامد في مصر، البيج اللي انا فيها عليها 100,000 واحد تقريبا كلهم عندهم كورونا. خلوا بالكم من نفسكم، خلوا بالكم من اهلكم، تنزلوش غير الضروره القصوى، ولو في اي حاجه تواصلوا معايا، وطبعا مش هوصيكم نعمل شير عشان يوصل الفيديو ده للناس عشان نحمي بعض. ان شاء الله تكون احنا في انجلترا عدينا بايام سودة، كيرف طالع والدنيا كانت متبهدله، وبعدين الحمد لله دلوقتي نزل خالص، فان شاء الله متوقعين نفس اللي يحصل زي ما حصل في العالم كله ان هو يحصل في مصر لو بس التزمنا شويه. الف سلام عليكم وربنا يحفظ الجميع.